السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة. في الزيارة الأربعينية هنالك جهود مبذولة وتعاون واضح ما بين القوات الأمنية والحشد الشعبي لتأمين الطرق للزائرين، وهذا من جانب الأمني، لكن هذا غير كافي أمام أعداد الوافدين الأجانب عبر المنافذ الحدودية. لذلك قبل كم يوم انفتحت منافذ جديدة ومهمة أمام الوافدين من الشمال منفذ حاج عمران ومن الغرب منفذ عرعر لتقليل زخم هذه الأعداد الغفيرة الداخلة إلى الأراضي العراقية، بالتالي تقديم هاي الخدمات للزائرين لسلامتهم وكذلك خدمة البلد حتى تتم السيطرة على تطبيق الإجراءات الرسمية والتدقيق دون زخم وبشكل نظامي. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة من حصاد، فعلى وقع أزمة معيشية حادة جاء القرار المفاجئ وبدون أي سابق إنذار من وزارة المالية بإنهاء عمل العقود والمحاضرين المجانيين. هذا القرار ومنذ صدوره تحول لكرة ردود أفعال غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي لتصل عند الأفعال وتتجسد اليوم في مظاهرة نظمها المحاضرون وسط العاصمة بغداد ولم تخلو من الصدامات التي سقط على أثرها عدد من الجرحى. تساؤلات منطقية في طرحها، وهي تكافئ هذه الطبقات بهذا الجزاء بعد سنوات طوال من ملء الشواغر. إذن مشاهدينا هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة راح نناقشها تباعا، تتفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. من جديد حياكم الله. الخدمات المقدمة للزائرين الكل يتمنى يشترك بها، لذلك الشيعة التركمان وغيرهم من المذاهب رحبوا بالافتتاح الأول لمنفذ حاج عمران وباشماخ في الشمال ليفتحوا منازلهم لضيافة الزائرين. بالمقابل محافظ أربيل ومحافظ السليمانية أعربا عن استعداد محافظاتهم وتهيئتها لاستقبال الزائرين بكل الخدمات بعد ما حل الوافدون من كل الجنسيات والطوائف ضيوف على محافظتهم لأول مرة. مشاهدين افتحوا وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير زميلتنا نهى الشمري. حشود كبيرة تلتحق بركب الزائرين، إلا أن هذه المرة من غير المنافذ المعتادة، فلأول مرة منفذ حاج عمران أقصى شمالي البلاد يستقبل وفود القادمين من الحدود الإيرانية والتركية بمختلف الجنسيات، فيما يستعد أهالي كركوك وطوس خرماتو لاستقبال الزائرين متخذين منها محطة استراحة ثم الالتحاق بحشود الزائرين التي سبقتهم. الشيعة التركمان عبروا عن فرحهم بخدمة الزائرين لأول مرة في أماكن سكناهم بقدوم الزائرين ضيوفا في منازلهم، بالوقت الذي صرح محافظ أربيل أوميد خوشناو بتهيئة أماكن استراحة الزائرين وتوفير متطلباتهم في حاج عمران وسوران وأربيل، وكذلك الحال بالنسبة للسليمانية حيث اتخذت كل الاستعدادات في منفذ باشماخ. ومنفذ عرعر هو الآخر الذي استقبل الوافدين، ففي سابقة تاريخية تدخل قوافل الزائرين عبر هذا المنفذ الحدودي من السعودية والبحرين بمركباتهم الخاصة بشكل قانوني وحسب الموافقات الرسمية بين البلدين، وقد كان الحشد والقوات الأمنية باستقبالهم لتأمين الطرق لهم وتقديم أفضل الخدمات. فهذه المنافذ المهيئة للزائرين جاء افتتاحها بقصد تقليل الزخم على المنافذ المعتادة من شرقي البلاد وجنوبها، فالاستعدادات المتكاملة لقدوم الوافدين إلى البلاد واستقبالهم تعكس صورة إيجابية للبلد وأمنه. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة مجددا، وأرحب بضيفي الكريمين الدكتور علي رحيم مدير قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة في دائرة صحة الكرخة. أهلا بحضرتك دكتور ضيفا كريما، وكذلك أرحب بضيفي الكريم عبر سكايب الشيخ ميثم الزيدي قائد فرقة العباس القتالية. حياك الله شيخ ميثم، أهلا مرحبا بحضرتك. أبدأ مع جنابك دكتور رحيم، يعني الاستعدادات للزيارة الأربعينية على قدم وساق من خلال مشاهداتنا في الشارع، ولكن بتفاصيلها ما الذي أعدته دائرة صحة الكرخ خصوصا قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة لمتابعة هذه الزيارة وتقديم الدعم الصحي والطبي؟ السلام عليكم. أهلا وسهلا بك وكل المشاهدين وكادر القناة. احنا بدينا من اليوم ان شاء الله انطلقت خطتنا الصحية.
بإشراف سيد معالي وزير الصحة والسيد مدير عام دائرة صحة الكرخ، والتنفيذ يكون عن طريق قسم العمليات وخدمات الطب الطارئ بدائرة صحة الكرخ. طبعا دائرة صحة الكرخ بها يعني احنا نقدم الخدمات الصحية للزائرين على محورين. أول محور هو طريق الزائرين، طريق حلة بغداد. تعرف هذا يعني كل الزوار القادمين من المحافظات ديالة وغيرها راح يصير الزخم على هذا الطريق. احنا عندنا مفارز منتشرة بالإضافة إلى سيارات إسعاف، بالإضافة إلى المستشفيات مال دائرة صحة الكرخ، احنا كلها جهزناها وحضرناها من اليوم بدأت دخلت تقريبا نقدر نقول الإنذار، ردهات الطوارئ كلها تحضرت. بالإضافة إلى طريق الزائرين عندنا احنا مرقد الإمام الكاظم عليه السلام، هاي طبعا هم بزيارة، وهم عندنا احنا تحضيرات خطة طوارئ طبية به مستشفيات عندنا اثنين، مدينة الإمامين ومستشفى أطفال الكاظمية، جهزنا طوارئ خاصة بها لاستقبال الحالات، بالإضافة إلى مفارس طبية أيضا داخل مدينة الكاظمية لتقديم الخدمة لأي الطرق السالكة والخاصة بالحالات الطارئة يعني تم تأمينها وتوفيرها. احنا يعني ندري بها هذه مناطق يعني مناطق قديمة ومزدحمة، بالتالي السيارات صعب الحركة بها. صح، عندنا احنا تنسيق دائرة الصحة الكرخوية وزارة الصحة عن طريق مديرية العمليات والخدمات الطبية الطارئة، طبعا هي مسموحة يعني بكل الأوقات انه سيارة الإسعاف تتحرك، فهم يعني الاخوان بالجهات الأمنية يعني يسهلون حركة سيارة الإسعاف وتتحرك بسهولة، بس تعرف اكو مرات يعني يصير زخم سيارة الإسعاف ما تقدر تتحرك بهذا الطريق، يقوله نلقي له حل ان شاء الله، يعني اكو طريق بديل نقدر ناخذ اي واحد يعني اذا صار عارض صحي يقدر يوصلوه لاقرب طوارئ. وطبعا اضافة الى اصلا المفارز المنتشرة هي تقدم الخدمة الطبية الطارئة الى ان يعني يقدر ابو الإسعاف يوصله يعني. طيب خلينا دكتور علي انتقل الى الشيخ ميثم الزيدي، حياك الله شيخ ميثم، قواكم الله على التعب والتحقيق خطه الزياره الاربعينيه. بالتالي نتحدث اليوم عن الدعم الامني والخدمات اللوجستيه اللي تقدمها فرقه العباس القتاليه وبقيه قوات الحشد الشعبي والقوات الامنيه في هذه المسيره المليونيه. العفو، سمعتني شيخ ميثم؟ انا ما سمعت السؤال. نعم، اسالك عن الخطه الامنيه واللوجستيه لتامين الزياره. بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تحيه لك استاذ احمد وحياك الله وقبلهم ضيوفه الاعزاء وساده القناه الافاضل، واعتذر اذا بعض الكلام انا ما سمعه وبعض الكلام قد يكون ايضا ما سمعه باعتبار الكلام بالسكايب. تفضل نسمعك بصوره واضحه. تفضل. اذا تسمعني العفو. نعم نسمعك بصوره واضحه، تفضل شيخ ميثم. بالنسبه طبعا بدون الطلعه كربلاء بدات هذا العام بشكل مبكر باعتبار الزياره اصلا بدات بشكل مبكر وكثيف، والحمد لله بسبب الاستعدادات المبكره والتنسيق العالي والجهود متضافرة بين كل التشكيلات الأمنية سواء الحشد الشعبي أو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوزارات والهيئات الأمنية وكذلك الوزارات والهيئات التنمية، بالإضافة لوجود وجهود الحسابات المقدسة والمواكب الأمنية والمواطنين الكارم، كل هاي أضفت نتيجة متميزة، الخدمات عالية الحمد لله، الوضع الأمني أيضا متميز بلطف الله. نعم نتمنى ان تكون هناك جهود مركزيه في السنوات القادمه، كما تعلمون ان هذه زياره في العراق، فيفترض ان تكون هنالك ميزانيه وهنالك دعم يتناسب مع هذا الموقف. نعم. نعم. خليني شيخ ميثم انتقل الى السيد اللواء خالد المحنى المتحدث باسم وزاره الداخليه، ينضم معي عبر الهاتف، حياك الله سياده اللواء. متغير جديد بحمد الله انه تم اضافته على في هذه المرحله وفي هذه الزياره، هي فتح منافذ حدوديه جديده في شمال العراق، منفذي حاج عمران وباشماخ وايضا منفذ عرعر، بالتالي هذا الموضوع يولد ايضا هنالك تحديات او تقديم دعم لوجستي في هذه المنافذ وخدمات للزائرين، كيف يتم تامين كل هذه الجهود؟ نعم،
تحياتي لحضرتك والى ضيوفك الكرام والى جمهورنا العزيز. هو فعلا يعني هنالك العديد من المخاوف وهنالك العديد من الاعتراضات اللي حصلت، هل يتم فتح النطاق ابوابها، وبالتالي حصل القرار انه نستقبل كل الوافدين الى العراق لاداء مناسك زياره اربعينيه الامام الحسين عليه السلام. وهذا اندل طبعا انما يدل ويعطينا مؤشر على الثقة العالية التي باتت تتمتع بها الأجهزة الأمنية، لدرجة أنها تتمكن من توفير الأمن رغم كل الظروف. وهذا هو دليل ومؤشر على نجاح قواتنا الأمنية. اليوم الزائر الكريم سواء من داخل العراق أو من خارج العراق عند عبور الحدود العراقية تقع مسؤولية حمايتها على الأجهزة الأمنية. وبالفعل كانت هنالك يعني العديد من الاجتماعات والتحضيرات اللي قام بها السيد وزير الداخلية متعاقبة ومستمرة، وضع الخطة الأمنية والإشراف على سيرها وحسن تنفيذها. هذا العام تم يعني انتخاب قوات إضافية، ولأول مرة تشارك قوات بهذا الحجم وهذا العدد. جميع المناطق ضبطت، وكانت هنالك احتياطات، وكان هنالك تنسيق عالي مع الخطه الخدميه، واوعد وزير الداخليه على يكون تنسيق عالي. طيب سياده اللواء، على طول مسير الزائرين يعني هذه الاعداد بالتالي احتاجت الى سلك طرق نيسمية وليس طرق رئيسية، بالتالي هذا ما راح يوفر لربما تحديات أو جهود مضافة على القوات الأمنية لتأمين هذه الطرق النيسمية؟ بالتأكيد بالتأكيد، لكن مثل ما ذكرت لك اليوم قواتنا من العدة والعدد ما يمكنها من أداء مثل هكذا واجبات. طبعا هذا الواجب هو مسؤولية كبيرة على القوات الأمنية. نعم. القوات الأمنية في كل عام لما نلتقيهم على عكس المناسبات الأخرى اللي تكون فيها إنذارات وفيها نشوف الشرطة يعني متعبين من الواجب، لكن احنا كل عام لما نشوف ونلتقي برجال الشرطة نشوفهم بغاية السعادة وهم يقدمون الخدمة إلى زوار أبي عبد الله الحسين، ويعني هم في غاية السعادة رغم الفترة الطويلة لواجب الإنذار، ورغم قساوة الظروف، ورغم التهيئ والعمل الشاق اللي أدوه. لكن هو هذا واجب وطني شرعي أخلاقي. هذه الزيارة إنما نفس رجل الأمن يستلهم منها المعاني الخالدة اللي خرج من أجلها الإمام الحسين. طيب خلينا ننتقل دكتور علي رحيم، اسمح لسيادة اللواء. دكتور علي، لما نتحدث عن تقديم الخدمات الصحية والطبية، بالتالي عندنا الكثير من الجهات أيضا تشترك مع تخصصكم. الدفاع المدني لديه سيارات إسعاف، المواكب الحسينية لديها مواكب طبية متخصصة ومتطوعين. شلون يتم التنسيق بين كل هذه الأجزاء، ولربما هنالك بعض الأجزاء الأخرى أو التشكيلات الأخرى دخلت على خط تقديم الخدمة الطبية؟ هناك يعني بالضبط، هناك مثلا الهلال الأحمر يقدم، أكو مثلا ناس يعني مواكب هم تقدم. هو التنسيق الأصلي يكون مع مديرية العمليات والخدمات الطبية طالب وزارة الصحة. نعم. هي المركزية هناك، هي تنسق مع هاي كل الجهات اللي ذكرتها، الدفاع المدني وغيره، وهي وعن طريق قسم العمليات بالدوائر من ضمنها دائرة صحة الكرخ يتم التنسيق مع المديرية وإبلاغها انه اماكن المفارز يعني على مدلة كل مفارز تصير نفس المكان تتوزع على طول طريق الزائرين. فالتنسيق المركزي يكون عن طريق وزارة الصحة ومديرية العمليات. طيب يعني عند انتهاء الزيارة في محافظة بغداد ستتوجه الى كربلاء المقدس، راح تنتهي الخطه الصحيه والطبيه عندكم لو راح تظل مستمره لما بعد الزياره؟ احنا دائما يعني خطتنا تستمر ليوم واحد ما بعد الزياره في حاله حدوث اي طاره يعني. نعم. وطبعا المتغيرات احنا من نقرا المتغيرات، اذا احتاجت اكثر نبقيها، واذا ما تحتاج يعني يوم كافي يوم واحد بعد الزياره. نعم. اغلب الاحيان وراها يعني تنتهي خطتنا. والله يعني ان شاء الله نتمنى انه نجاح هذه الخطه مثل ما كل سنه يتم اعلانها. الشيخ ميثم الزيدي نتحدث اليوم عن
المنافذ الحدودية التي دخلت على طريق الزائرين، منفذ عرعر ومنافذ في شمال العراق، بالتالي قطعات الحشد الشعبي، القوات الأمنية من جانب توفر الأمن لهذه المناطق وغيرها من المناطق والخواصر الرخوة، وأيضا مطلوب منها تأمين طرق الزائرين، كيف يتم السيطرة وفق الخطة الموضوعة؟ فاستقربوا على طريق باعتبار هذا هو الاقرب لبعض دول الخليج. كان هناك اجراءات سريعه توفير قوات لمراقبه ليس فقط في الطريق هذه المراكب منها الحركه الدوليه الى المخيم الحسين. الحمد لله الطريق جيد، قوائم السكه جيده، تمرون بتنفيذ الخطه الامنيه، لذلك تصير اجراءات سريعه بحكم التغيرات الان. طيب يعني لحد الان هل رصدت حالات؟ يعني قبل يومين ايضا كانت هنالك عمليه قام بها الحشد الشعبي والقوات الامنيه لمسك بعض العصابات من حزب البعث المحظور. طبعا تمرض سيادة اللواء خالد محنة، نسأل حضرتك عن قضية مهمة جدا، هي قضية تنظيمية الدخول. فقدنا الاتصال ويا دكتور خالد المحنة. إذا نتحدث أيضا عن الخدمات الطبية والصحية في العمليات الطارئة، في قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة في صحة الكرخ. دكتور علي، لما نتحدث عن كل هذه الخدمات التي تقدم للمواطنين، بالتالي الخطة الموضوعة ما كانت مغطية هاي الأعداد، يعني لما يكون أكو إدارة توقع بأعداد كبيرة وزخم ودخول إلى العراق من أكثر من منفذ، هذا بحاجة إلى توسعة هذه الخطة لو نظل على خطط؟ لا هو أكيد يعني الأعداد ما كانت متوقعة، ووايد دوائر صحة يعني ضعفة الجهد مالتها. يعني أبسط مثال، إحنا كدائرة اليوم فتحنا، احنا ما كنا ناويين نفتح اليوم باعتبار انه الزيارة بعد لها، بس تفاجئنا انه بدأت الاعداد تزيد ففتحناها مفاجئة اليوم. يعني القطاعات بلغنا والمستشفيات هيئناها، وقفنا العمليات، يعني توقف العمليات الباردة بحيث انه يحضروا نفسهم الحالات الطارئة، حضرنا طوارئنا، طلبنا زيادة السعة السريرية للطوارئ الموجودة بدائرة صحة الكرخ، بالإضافة إلى تجهيزات خفراء إضافيين. وأما بالنسبة لدوائر الصحة الأخرى، يعني تعرف كل واحد دائرة، بس يعني كلها يعني كلها زيدت من مالت الجهود. طبعا هذا للصحة يصير عندهم عبئين، بالعبء أنه قاعد تقدم خدمات للمواطنين بلام العادية عن طريق الاستشاريات والطوارئ العادية الحالات الطارئة، بالإضافة إلى خدمات للزوار. فأكيد هو عبء، بس إن شاء الله إحنا نتحمل هذا العبء، وإن شاء الله النجاح لنا إن شاء الله بإذن الله تعالى. الشيخ ميثم، نتحدث عن الخطط الموضوعة، بالتالي التنسيق المشترك بين كل هذه القطاعات الخدمية والصحية والمواكب والقوات الأمنية، لربما احنا نتحدث عن سنتين ماضيتين كانت هنالك إجراءات الحظر وإجراءات كورونا، ولكن نتحدث أيضا عن زيارة تصل إلى 15-17 مليون. شقد تتوقع راح توصل هذه السنة، وماذا تؤسس للسنوات المقبلة هكذا أعداد مرتفعة؟
نعم استاذ، طبعا انا اتوقع اكثر من 20 مليون ان شاء الله تشوفون يعني. طبعا الاعداد كبيره وغير مسبوقه، زياره كبيره جاءت بعد انفتاح عامين وهنالك تدفق كبير. هذه جائحه شلت دول العالم كلها، ناس ما طالعه مسافره، هنالك عشق واشتياق الى ان تنتبه جاءت. طبعا برزت حاله وهي ليست حاله جديده، ولكن هذا العام برزتها اكثر. هنالك حاجه لتشكيل جهه ترعى قضيه الزيارات المليونيه بشكل مستقر، الجهه التي تتشكل قبل الزيارات 5 أشهر 4 أشهر، النتيجه هذه اللي كان لها صلاحيات لها امكانيه وقدره محدوده، اعتقد لا تلبي طموح الزياره. نحن نكرر ما قلناه سابقا، الزيارات المليونيه هذه التي يشهدها العراق تحتاج الى تأسيس هيئة أو وزارة تعنى بزيارات المليوني، تهيئة البنى التحتية اللازمة. لاحظت الزائرين كيف يعني كان هنالك لديهم صعوبة، أولا المنافذ يجب أن تكون منافذ بمستوى تستقبل أعداد مليونية، كذلك هنالك طرق تستوعب هذه الأعداد، وهنالك يعني وسائل نقل مختلفة، وسائل نقل تلبية نقل الزائرين بشكل المطلوب. لابد أن هنالك تخصيصات تناسب حجم الزيارة الكبير، لذلك لاحظ أو ترجع إلى التخصيصات التي خصصت للزيارة حقيقة يعني أرقام مخجلة، أنا ما أذكرها يعني في الإعلام، ولكن أرقام جدا مخجلة قياسا بأي مناسبة قد يشهدها البلد. ولكن يعني رغم كل هذه الجهود المبذولة شيخ ميثم، ظهرت عندنا حالات في بعض المنافذ الحدودية، زخم عددي من الزائرين، تكدس الأعداد، الخطة الخدمية لربما ما كانت تغطي هذه الأعداد. هل أن الحل تأسيس هذه الهيئة أو التشكيل المتخصص بإدارة الزيارة؟ هل هنالك حلول آنية تم من خلالها معالجة هذا الوضع؟ أستاذ أبداً الحلول الآنية ما ممكن تغطي هذا التدفق المليون أبداً، قد تعالج لحد معين لكن تبقى حاجه يعني كبيره. اضرب لك مثال، نعم. انا زرت منفذ الشلامشة من الجانب العراقي ما في مي، يعني ما وصل له المي ولم تصل له الطاقه الكهربائيه، كيف منفذ يقوم بخدمه الزائرين؟ ما يقدر. طبعا لابد هنالك تاسيس هيئه، انا اقول طبعا هذا جزء من الحل او جزء يعني اساسي، تاسيس هيئه بدون تخصيصات ماليه هم ما يلبي يعني الحاجه. فلابد ان احنا كعراقيين كجهات متخصصه صاحبه القرار تجلس الان تقيم مشاكل وين صارت عندنا، منافذ ما تستوعب مثلا خدماتها، البنى التحتيه، الطرق، وسائل النقل، التخصيصات الماليه، الماء، الكهرباء وهكذا الخدمات، عشان تقيم. وفورا بعد الزياره يجب ان يكون هنالك جلوس. احنا نشوف في السعوديه كنا رايحين الى الحج، حجهم يستقبلون 3 ملايين زائر في السنة كل عام، هم سنة كاملة يشتغلون حتى يستقبلون 300 حاج عفوا مو زائر، 3 ملايين حاج، ولعله هم أيضا بالعمرة يستقبلون. احنا فقط في زيارة الـ40 نشهد أكثر من 17 مليون زائر، وهم عندهم وزارة تعمل طول السنة، وهاي اللي كانت كلها مسلطة لخدمة الحجاج ب 3 ملايين، واحنا نشهد 17 مليون زائر وليس لدينا اي تشكيل خاص. انا مو اقول هاكو اهتمام، امس معالي الوزير يعني كان هو رئيس اللجنه المشرفه على الزياره والوزارات كلها مشتركه، كنا في لجان، عمل اللجان عمل عاده وقتي مو عمل زين 3 مليون ومن 80 90 ومن مختلف العراق، كل منافذ هو عباره عن روافد تعطي. الان انفتح منفذ عرعر وكل الزائرين الخليجيين عرفوا ان منفذ عرعر دخلوا منه زوار بحريني راح ينقلون صوره، انا وقوات امنيه احنا رافقناهم من منفذ عرعر الى المخيم الحسين، دخلنا تريلاتهم الى المنفذ يعني يمن المخيم الحسيني. طبعا هاي الصوره راح ينقلوها الى بقيه الزوار، راح تشهد الاف ستاتي. لابد البلد يكون عنده استعدادات بمستوى هذا الحدث الكبير. نعم.
دكتور علي، يعني نتحدث ايضا عن دائرة العمليات والخدمات الطبية الطارئة، هل استقبلت المتطوعين من الأطباء والملاكات الصحية على مستوى الأشخاص؟ وأيضا هل دخلت هنالك بعض المستشفيات الأهلية بشكل تطوعي في هذه الخطة؟ والله هي يعني أفضل أنه يعني يجاوب عليها لأن تابع للوزارة، يعني عندهم عمل، بس أنا راح أجاوبك من ضمن حدود معرفي. أكو فريق التطوعي، العمل التطوعي، الفريق البيئة، وعندنا مشاركين بمدارس صحة الكرخ، وهذا الآن متواجد بدارس العفو في كربلاء وقاعد يقدم خدماته، وهذا في كل زيارة هو يقدم خدماته. بالعشرة محرم قدم خدماته في مدينة الكاظمية، الآن هو يقدم خدماته، وهذا بمتطوعين من الصحة ومن خارج الصحة، وحتى ناس يعني أصلا يعني ما موظفين بالصحة، وهذا رسمي يعني عن طريق الفريق الصحة والبيئة التابع لوزارة الصحة. هذا على مستوى الأشخاص، على طبعا مستوى المؤسسات الصحية الأهلية في العمل في القطاع الأهلي ما صار؟ لا مو هاي، يعني هاي يعني تابعة قلت لك مركزية عن طريق المديرية، الأفضل يوجه السؤال لهم يعني. طيب نتحدث أيضا عن بعض الخدمات المرافقة للاحتياجات الصحية، لربما هنالك بعض الإسعافات الأولية، لربما الفحص البسيط لبعض طالبي هذه الخدمات الصحية يتم توفيرها محليا أو داخل المواكب أو لا؟ طبعا احنا بالمفارز الموجودة، هي مو مجرد يعني مفرز السيارة، لا بها طبيب وصيدلي وممرض وإداريين، يعني بالضبط تقول مستشفى مصغرة تقدم الإسعافات الأولية، الفحوص البسيطة، وعندهم علاجات ويصرفوا العلاج على ضوء وصفات خاصة يعني بالمفرزة، وإذا يحتاج يعني نقل أكو إسعاف عندهم موجودة مجهزة لكل مفرزة تنقله، وإذا نصائح طبية ونصائح طبية، بالإضافة إلى يعني أكو عندنا أصلا توعية صحية على طول خط الزائرين تقوم بها الملاكات الصحية بدار صحة الكرخ، وإضافة للرقابة الصحية تقوم يعني بالإشراف على عمل المواكب من ناحية الأكل، يعني تعرف إحنا يعني الأكل هو مهم، يعني لا سمح الله إذا يسمم أو يعني يتعرض لأي شيء لازم الرقابة الصحية لها دور، وتابع المفارز هم تقدم لهم الإرشادات والنصائح، يعني أي زائر يطلب المفرزة يلاقي الخدمات الطبية الأولية طبعا فحص كامل. الشيخ ميثم، يعني هل يتم التنسيق أيضا مع الملاكات الطبية والمفارز الطبية والمواكب التي تقدم الخدمة الطبية؟ مثل ما نعرف أنه يعني هذا الملف متداخل مع الكثير من الجهات، الحشد الشعبي أيضا يمتلك تقديم هذه الخدمات، إذا تسمعني الشيخ ميثم. تسمعني الشيخ ميثم؟ نعم. نتحدث عن الخدمات الصحية والطبية ما دام مستثمرين وجود دكتور علي رحيم ويانا، نتحدث أيضا عن الخدمات الطبية اللي يتم مشاركة وزارة الصحة من قبل الكثير من الجهات، الحشد الشعبي أيضا ما أخذ على عاتقه تقديم بعض الخدمات الطبية والمواكب والمفارز وسيارات الإسعاف، كذلك الدفاع المدني، الهلال الأحمر. نعم، بلا شك طبعا تعرفون ان الحشد الشعبي في طبابه يعني متميزه، كانت ضخمه وكبيره، هنالك تعاون كبير طبعا مع وزاره الصحه. احنا في كربلاء المديريه العامه لصحه كربلاء لديها دعم عالي وكبير، هنالك تنسيق، فتح مفارز على جميع المحاور، تزويدنا بسيارات اسعاف كثيره، وبالاضافه الى المستشفيات المتنقله. أشكرك شكرا جزيلا. أسمعك جدا. شكرا جزيلا الشيخ ميثم الزيدي قائد فرقة العباس القتالية، انضممت معي عبر سكايب من كربلاء المقدسة، والشكر كثير لحضرتك الدكتور علي رحيم مدير قسم العمليات والخدمات الطبية الطارئة في دائرة صحة الكرخ، أثريت الحوار، شكرا جزيلا لحضرتك. ونتواصل مشاهدي الأحبة معكم بعد الفاصل، نتابع من جديد. حياكم الله مشاهدي الأحبة. نظم عدد من المحاضرين المجانيين الذين فاجأتهم وزارة المالية بقرارها الأخير، نظموا مظاهرة أمام مبنى محافظة بغداد. الأوامر الإدارية الصادرة وتخبط القرارات أفضى لعدم إنصاف هاي الشريحة، سواء باحتساب خدمتهم وشمولهم بالتثبيت أو المضي بعقودهم. المسألة بها التفاف واضح على حقوقهم واستبعاد مقصود إلهم.
حسب ما يراه أصحاب الضرر. مشاهدين نفتح وياكم هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميل علي حبيب. لا أجير ولا محاضر مجانية يأخذ أجوره بعد قرار وزارة المالية الذي نص على إيقاف تعيين المحاضرين والإداريين والأجراء المجانيين ضمن قرار 315، فهذا القرار المجحف حسب وصف كثيرين سيؤدي إلى تسريح آلاف المواطنين ويضع تخصيصاتهم التي جرى تضمينها في قانون الأمن الغذائي بحكم المجهول. فهذه الشريحة التي تظاهرت اليوم الأحد أمام مبنى محافظة بغداد وتعرضت لإصابات على خلفية التدافع الذي وقع بينهم وبين قوات الشغب، فهي وقعت ضحية التخبطات الحكومية والقرارات غير المدروسة لحكومة تصريف المهام اليومية التي خلت أجندتها من دراسة الموقف ومراعاة الأحوال المعيشية، رغم أن قرارا سابقا من الحكومة ذاتها وجهت الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة بإعداد جرد بأسماء المتعاقدين ومن لديهم خدمة سنتين تمهيدا لتثبيتهم، لكن جاء قرار المالية ناسفا تلك الادعاءات. فهذا القرار لم يقتصر على وزارة دون أخرى، بل شمل جميع الوزارات، وهو ما يعني بطبيعة الحال سحب بساط القدرة المعيشية من فئة هائلة من المستفيدين. وعلى صعيد النقابات، استهجن الاتحاد العام لنقابات العمال هذا القرار عدا إياه بالتعسفي، فهو يشكل انتهاكا فاضحا لقانون العمل العراقي ومخالفا لقانون الخدمة المدنية الذي حدد فيه شروط وحالات إنهاء عقد العمل. ورغم أن أصحاب العقود المؤقتة والأجراء اليوميين لا يشكلون أي ضرر اقتصادي على الموازنة أو صرفيات الحكومة العراقية جراء استمرارهم بهذا العمل، لأنهم يعتمدون في صرفياتهم على قانون الإدارة المالية، بل إن الضرر المترتب على إنهاء هذه العقود بالغ الأثر على دوران عجلة الاقتصاد، فضلا عن اعتبارات القرار التي تمثل ركلا لسنوات الخدمة المجانية وتضعهم في زاوية الاستغناء بدل البحث عن معالجات تبعد فرضيات الحراك الشعبي الناقم أزاء هذه السلوكيات. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيفي الكريم الأستاذ مصطفى حنتوش الخبير المالي والاقتصاد. حياك الله أستاذ مصطفى ضيفا كريما، وكذلك أرحب بزميلي الإعلامي دعاء النعيمي من أصحاب العقود 315. أبدأ مع حضرتك أستاذ مصطفى، نتحدث عن موضوعة التظاهرات. نعم، التظاهرات مطلبية، يعني الشباب اللي يطالبون فقط بحقوقهم، سعد الحقوق العامة والسياسات العامة. الكثير ما نشهد بأنه مطالبة بالتعيين، مطالبة بالتوظيف، محاضرين مجانيين، أصحاب عقود وتثبيتها، أجراء يوميين، بين الحين والآخر يطلعون تظاهرات ويتم التعامل مع هذه التظاهرات بطريقة حضارية جدا، وتتفرق التظاهرات ويبقى الشباب أنه ما يعرف شو يسوي وشنو اللي يريد. صحيح. يا ريت أنه تفهمنا فد إضاءات معينة حول هذا الموضوع، موضوع 315. بدايه رحب حضرتك استاذ احمد، ورحب مشاهدي قناتكم الكرام. حقيقه ان الدوله العراقيه بسبب فشل الاقتصاد العراقي وعدم قدرتها على تفعيل القطاع الخاص، اصبح ليس لديها حل غير ان هي شغل الشباب، سواء كان تحتاجهم او ما تحتاجهم، فهذا اصبح الموضوع امر واقع. زين، هذا التشغيل اتكلم عن ما يقارب نصف مليون شاب موزعين بين انواع مختلفه من العقود. نعم، حنجي على عجاله بتفسيره حتى يكون واضحه للمواطن، ونوضح هاي الفئه اليوم اللي ظهرت حقيقه وتعرضت للاعتداء من اي فئه، لان المواطن اصبحت الموضوع عنده غير واضح، ساعه يثبتون جماعه، ساعه جماعه يقبلون، ساعه اكو اربع فئات استاذ احمد. فئه جميع العقود ما عدا الاستثماريه، عقود التشغيليه يعني، قبل 1/10/2019، اي واحد عنده عقد بهذا التاريخ قبل 1/10/2019، زين، هذا يسموهم عقود 315، قرار مجلس الوزراء رقم 315/2019، تحويلهم على سلم معين من الرواتب، البكالوريوس 425، ماجستير 490، دكتوراه 525,000، ويمنحهم مجموعه من الحقوق تحتسب بعد التعيين. جيد. هاي الامور، هذا نوع اول، ما عندهم مشكله، هذا عالجته موازنه 2021 الموضوع. طيب. واللي حتى الفروقات هم استلموها على قانون الامن الغذائي، ماكو مشكله. نعم. بيهم. نيجي النوع الثاني، قرار مجلس الوزراء رقم 337 اللي هو عدل قرار رقم 315،
قال بعد 1/10/2019 هذا ما ينحسب عقد، إنما هذا لمدة 3 أشهر غير قابلة للتجديد، يعني نفس الغرض ما تجددها. نعم. ويتحمل المديرين هم المسؤولية. هذا هو اليوم اللي ظهر هاي المجموعات. طيب. زين، هذه المجموعة حقيقة ظلمت بهذا القرار، لأن هم عقدنا 2019 لكن بعد 1/10. زين، هل هو 315؟ كلا، ليس 315، إنما هو عقود 337 اللي هو كل 3 أشهر لازم يجددوه على غرض مختلف. زين، موازنة 2021 عالجت هذا الموقف؟ ما عالجته. قانون الأمن الغذائي عالجه؟ لا، الفقرة ما قانون الأمن الغذائي تقول لك معالجة عقود 315 وحماية الشهادات العليا والأوائل، ما قالت 337. زين، إذا إيش محتاجين هاي المجموعة لليوم الظاهرت حقيقة؟ تمام. قرار من مجلس الوزراء على تمديد الفترة بدل لغاية 1/10/2019 هي الفترة المسموح بها لأجل أن يشملون بسلم 315 تمدد إلى 1/10/2020. أعتقد راح ينحل هذا الموقف إذا مددوه سنة. هو هاي الفقرة اليوم الظاهرة عليه، هم ما مشمولين ترى لا في الموازنة ولا في الأمن الغذائي، لكن هم أصحاب حق مجلس الوزراء يجب أن يصدر لهم قرار تمديد الفترة سنة. نجي إلى فئة ثالثة اللي هم هم قبل فترة كانت مشكلة عالجهم مجلس الوزراء، اللي هم فئة المحاضرين مجانين. ذولا ما عالجهم قرار 315. نعم. واستمروا لغاية 2020 مجموعهم. إجا قانون الأمن الغذائي حقيقة. نعم. عالجهم. الموازنة من 21 هم عالجتهم بس مو بشكل نهائي، هم قالت يجب على مجلس الوزراء إصدار قرار لمعالجة موقف المحاضرين مجانين، هذا فئة منفصلة هاي. ما صدر إلا ما قام مجلس الوزراء بإصدار قرار يسموه 130 لسنة 2021، قال أي واحد عنده لغاية 2020 حتى الشهر الثالث عنده محاضر مجاني تحتسب خدمة ويصرف له راتب 250,000 دينار، أصبح عقد ومشمول كذلك بالموازنات. اجت الامن الغذائي صاروا على سلم 315 اللي هم من هم المحاضرين مجانيين. بقت عندنا فئه واحده استاذ احمد يسموهم عقود الاستثماريه، عقد لكن ليس على التشغيليه، انما اكو مشروع استثماري داخل وزاره داخل دائره، هذا مشغلين من المشروع يطوش راتب من المشروع، توقف المشروع هذا ما له راتب. هؤلاء بعض الوزارات مثل النفط والكهرباء عالجت موقفهم، حاولتهم على عقود 315. اكو بعضهم ما عالجت موقفهم، هم راح الفترة أعتقد راح يطلعون. نعم. ما عالجت موقفهم، يعني عبرة 315 قالوا له أنت مو عقد تشغيل، أنت عقد استثماري، هم عندنا بهم مشكلة. فهذا أنواع العقود الموجودة. أما بالنسبة لسؤال حضرتك عن الفئة اللي اليوم صار بها المشكلة، هؤلاء يحتاجون إلى قرار من مجلس الوزراء تعديل. نعم. على قرار 337. خلينا نسمع معاناتهم. نعم. أستاذ مصطفى، رحب بزميلة الإعلامية دعاء النعيمي من أصحاب العقود 315، حياة إن شاء الله ست دعاء. التفصيل اللي حياك الله. اهلا بك وحياك الله، واني اشكرك على اتاحتنا الفرصه للحديث عن هذا الموضوع. طيب. سلط الضوء على شريحه مهمه من المجتمع العراقي هم اصحاب العقود. طيب. والمحاضرين. يمكن سمعت استاذ مصطفى حنتوش لما قدم شرح وافي حول كل هذه الفئات الاربعه اللي ظاهر قسم كبير. نعم. منها اليوم. بالتالي اكو عندنا مثل يقول لك رضيت بالهم والهم ما رضى بيه، يعني رغم ما انتم رضيتوا بكل هاي المسائل والمشاكل وعرفتوا انه قضيتكم وين بحاجه الى قرار، تتوقعون راح تحصلون هذا القرار وطلعتكم اليوم، هل تستوجب هذا التعرض للعنف؟ طبعا بالبدايه احنا يعني معاناتنا احنا صار لنا من 2017 اكو نموذج ثاني من العقود اللي هي عقود تنميه الاقاليم اللي لليوم ما انذكرت، واحنا داومنا حتى بالمحافظه مجانا لفتره سنتين، وعقود 2315 عقود 315 ما كسبت لنا خدمه سنتين رغم ان احنا داومنا بها بالمحافظه. صراحه انا اتحدث انه يعني اتفاجئ انه يطلعون مظاهرات قبال المحافظه او قبال الامانه اللي هي المحافظه غير مسؤوله والامانه غير مسؤوله وباقي الدوائر غير مسؤوله، المسؤول الاول والاخير هي وزاره الماليه والحكومه العراقيه. يعني احنا لاحظنا بالاضافه الى سؤالك، لاحظنا انه الحكومه العراقيه يوميا قرع شكل، الموظف اليوم لا هو بالسمه ولا هو بالجاه، حتى قرار 315 احنا ما نعرف ايش وقت راح يصدر قرار يلغي قرار 315 وبالتالي نرجع للمربع الاول. فاحنا قاعدين في بلد ما لنا مستقبل، ما نعرف شنو وجودنا بدوائرنا، احنا بدنا نشتغل ونقدم اللي احنا نقدر نقدمه لدوائرنا، وبالمقابل احنا مصيرنا مجهول، ما نعرف اذا احنا مثبتين فش وقت التثبيت. يعني احنا اولياتنا كلها بعيد وزاره الماليه سواء الشهاده التخصص. نعم. فاجئ انه من تابع كتابنا انه الماليه رجعت الكتاب والله، ف
خريجين الاعداديه ما عندهم ما دافعين للتخصص العلمي والادبي زين، فشلون حولتونا على قرار 315 وما عندكم كل هاي الاوليات؟ يعني بمجرد انه عندهم اولياتنا على قرار 315 بيكون تثبيتنا بيوم وليله، بالبدايه يقولون تثبيتنا على الموازنه، بالبدايه يقولون على قانون. تعتقدين انه هاي مماطله اداريه لو ولا حتى قانون بالموازنه؟ نعم. حتى اذا جت الموازنه فاحنا ما مشمولين، فاحنا وين مشموليتنا على قرار؟ احنا الخاطر عم نثبت وبعدين هم يصدروا قرار اللي ثبتوا على 315 يتم تبطيلهم او انهاء خدماتهم بدوائرهم. سيد دعاء، تعتقدين انه هذه مماطله او اجراءات اداريه هسه اذا الاعداديه والعلمي والادبي وغيرها انه تنحل بشكل اداري؟ كلها موجوده، دوائرنا كلها زودة وزاره الماليه خاصه الاوليات، بمجرد يعني المسؤول بمحافظه او بامانه او بوزاره، بمجرد ما وزاره الماليه تطلب منا التعليمات مباشره ان المسؤول يزودها، لكن حتى الان احط نفسي مكان المسؤول، انا هم ارجع اعرف انه حيثبت هذا الموظف العلمي لو لا. نعم. يعني هذه الاموال المخصصه للاجور يتم اخذها من الاموال المخصصه عن طريق الجبايه للمحافظه او لهذه المؤسسه. فمن حق المسؤول ايضا يعرف انه هذا الموظف راح يثبت او لا، راح يظل هو ينطي فلوس لهذا الموظف الاجير او ما راح يعطي فلوس او شو يكون مصيره. واحنا في عصر 2022 المقبلين على 23 من المستحيل ان يكون العراق بلد غني بالنفط وغني بالثروات الموظف ما يستلم راتب. طيب استاذ مصطفى، يعني نتحدث هنا ولو شويه بها جانب سياسي، حكومه تصريف اعمال هل من حقها انه تصدر هكذا قرارات؟ واذا صدرت الحكومه اللي اجت اذا جاء نصر الله والفتح تلغي هذه القرارات، اليوم المواطن الاجير صاحب العقد شنو ذنبه لما تكون معاناة بسيطة؟ أساس الدعاء ما حكت إنه فت قضية صعبة. نعم. وإذا تظاهرات تقمع وتواجه بهكذا عنف، يعني قضية ذا إجراءات أو مطالبة نعرف لمن نطالب. أيضا أشارت النقطة أنه مستغربة متظاهرين أمام المحافظة والقضية يم المالية ويم رئاسة الوزراء. نعم، من حق الصدر إيش قرارات، لأن هذه قرارات لا تدخل بصفقة استراتيجية ولا تتخذ قرارات مصيرية، إنما هذا قرار لمعالجة شريحة من المجتمع متضررة. طيب. فبالتالي هي اصلا تصريف الاعمال لهكذا امور. امور يوميه، شريحه تعمل ما قاعد تاخذ حقوقها. وبالامكان حقيقه صدر قرار مجرد تمديد الفتره، يعني الحاقا بقرار 337 بدل 1/10/2019 يصبح 1/10/2020. هذا كله مشمولين بقرار 315. بالنتيجه راح يكون امكان معالجتهم، صرف مستحقاتهم، حتى قانون الامن الغذائي يشملهم. هذا اللي مجلس الوزراء يحب يعالج هذا الموقف. واعتقد يجب ان يعالج الموقف، لان احنا تكلمت مع حضرتك احنا ما عندنا حلول، لا عندنا اقتصاد، لا عندنا شركات. نعم. القطاع السوق صعب تطلع بيه الفلوس. نعم. هسه دا اتكلم عن يعني محترفين بالشغل من يطلعون فلوس، مو شباب 400 500 صعب يطلعها اليوم. فبالتالي هو مضطر يروح العقد، فالحكومه كذلك مضطره لهذا الموضوع، فشغل الحكومه. نعم. اما بالنسبه للموضوع وزاره الماليه، وزاره الماليه هي تلتزم بالقانون، هو جاه القانون 315، هذول 337. يوجد حقيقة دعم؟ نعم، يجب مجلس الوزراء أن يتدخل، يؤمر الوزارة أنه تعالي عالج الموقف. تفضلي سيد دعاء. يعني حتى لو أستاذ مصطفى ولو أقاطعك، تفضلي، لو حتى نتحدث عن المادة القانونية، فحتى المادة القانونية ما تصدر بالمالية ما تصدر كاملة، يعني قرار 315 لما صدر شمل فئة وفئة ثانية غيبت، يعني حتى البرلمان بعيد كل البعد عن المواطن، ما يعرف معاناة المواطن، ما يعرف شنو الموجود بدوائر الدولة من الموظفين من الإداريين، هذول شنو تاريخهم الوظيفي، الفئات اللي مفروض تشمل والفئات زين. اللي هنا سيد دعاء خلينا نحكي على تشكيل فريق من قبل المتضررين من هذه المادة، يعني مو فقط على مستوى التظاهر وتقمع التظاهرات، احنا هاي الدماء هم غالية وعزيزة علينا. التواصل مع لجنة برلمانية متخصصة ولو في ظل عدم انعقاد البرلمان، ولكن تواصل بشكل فردي مع النواب او اللجنه المتخصصه بهذا الموضوع سواء الماليه او غيرها، وايضا التواصل او التظاهر او المطالبه الاعلاميه على اقل تقدير من رئاسه الوزراء الاستاذ مصطفى دا يحددها انه فقط هي تمديد المده الزمنيه، يعني الحلول ما تستوجب تجاوز واعتداء وسقوط مصابين من المتظاهرين. شو توجهين رساله اعلاميه اليوم؟
رسالتك الإعلامية شو توجهيها اليوم عبر هذه المنصة الإعلامية حتى؟ سؤال لي؟ إي نعم نعم سيد دعاء. نعم صراحة أنا رسالتي الإعلامية اليوم أنه القرارات الحكومية القانون لما يصدر القانون ما يفكرون كل جوانب القانون، بعد فترة نلقى تصدر مادة قانونية أخرى تعدل المادة القانونية اللي صدروها، ليش ما تتم دراسة المادة القانونية بشكل مفصل وحتى يعرفون طبيعة المادة القانونية في حال لو طبقت شنو راح من الجهة اللي راح تستفاد ومن الجهة اللي راح تنضر، في حال لو لم تطبق شنو اللي ممكن راح يصير. يعني اليوم احنا خسرنا 2 من موظفين العقود ضربوا امام المحافظة، وانا ما اعرف يعني سبب الوفاة اما ضرب، ليش يهان اليوم بالضرب، ليش يهانون وهم يطالبون بحقوقهم امام المحافظة او اي مكان. المهم هو انه صوتهم يوصل للحكومة للجهات المعنية يتم تنفيذ المطالب بشكل رسمي. يعني حتى اليوم المتظاهر ينظر الى بنظرة استعلاء ونظرة استعلاء ونظرة حتى نظرة دونية انه متظاهر انه ما عنده شغل عمل بس يطلع الظاهر. هذه مطالب حقوق، ويسكت عن الحق شيطان اخرس. فكيف اذا شخص صاحب حق ويريد ياخذ حقه والدولة هاملة حقه او تماطل بحقه؟ يعني اليوم هسه احنا من خبرة التثبيت احنا هذا الكلام سمعناه من 6 شهور ولليوم احنا ما شفنا التثبيت. نعم. وما احنا طيب. اي شيء يدل على هذا ايضا اشكاليه. سيد دعاء خلينا ننتقل لاستاذ مصطفى في دقيقه اذا اسمح استاذ مصطفى، يعني لخصت لنا هذه الرساله ب يعني ابعاد المال والاقتصاد، خل لخصها يم قضيتنا، يم مجلس النواب، لجنه برلمانيه، عدا رئاسه الوزراء اذا كانت لم تستجب. لا هو مجلس النواب يقدر يحط فقره كان شمول المشمولين بقرار رقم 315 العفو مجلس النواب 315 و337 بقانون امن الغذاء، هو ما خلى بس 315. ممكن يستدرك على قانون الموازنه 23 وليس 22، ماكو موازنه 23 ممكن يستدرك يخلي عقود 337 اللي هم عقود فتره 3 شهور هذول التمديد المستمر مشمولين بعمليه اللي هم بمخصصات 315 مشمولين بالتثبيت. اما موضوع التثبيت هو مجلس الوزراء صدر قرار ان اي واحد عنده خدمه سنتين يثبت سواء من المحاضرين او مشمولين بعقود 315. لكن الموضوع احنا ما عندنا موازنه، فالدوله قاعد تحسب انه هل الفائض اللي عندها يكفي تطير رواتب، واكو دوائر عندها اكو دوائر ما عندها، فعلى مستوى دوله يكفي لو ما يكفي. حالتي يكفي، انا اعتقد ان القرار هي مشكله الحكومه ملتهيه هسه هذا الموضوع، انه القرار اللي ممكن يصدر بهذا الموضوع اللي عنده يطول راتب واللي ما عنده ينتظر لغايه يعني باشر، لكن ينتظر لغايه موازنه 2023 يستلم مستحقاته. وهذا الانسب للجماعه. عجيبه يعني حتى الوفره الماليه تكون نقمه على المواطن العراقي. اشكرك شكرا جزيلا استاذ مصطفى حدوش الخبير الاقتصادي، وشكر كثير لحضرتك السيده دعاء النعيمي الاعلاميه ومن اصحاب عقود 315، شكرا جزيلا لهذه التوضيحات، وشكري موصول لكم مشاهدي الاحبه على حسن المتابعه، في امان الله.